مركز عقول مبدعه لذوي الاحتياجات الخاصه، نقطه بيضاء وسط واقع مرير يعيشه الشمال السوري. يسعى مركز عقول مبدعه الى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع من خلال تثقيفهم ودعمهم. واكثر ما يميز هذا المركز ويجعله قريبا من ذوي الاحتياجات الخاصه هو ادارته التي تحوي على اعضاء منهم، الامر الذي يعطي المركز فعاليه اكبر في التعامل مع المستفيدين الذين لا يجدون عائقا في التعامل مع ادارته. نحن فريق مركز عقول مبدعه لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه العامل في ريف حلب الغربي ببلده كفر ناصح. نقوم المركز هو تاسس من 1/4/2019. نقوم بتقديم خدمات تعليميه ورعايه صحيه وترفيهيه لذوي الاحتياجات الخاصه. هدف المركز هو دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع واظهارهم للمجتمع كفئه فعاله فيه، وليشاركوا في بناء المجتمع اللي هن بيعيشوا فيه. مبادرات عدة يقوم بها المركز، أهمها تدريبات الدمج المجتمعي والتأهيل المهني والدعم النفسي. وآخر مبادرات المركز كانت متعلقة بالنازحين من جراء قصف النظام السوري أرياف حلب، ما دفع أعضاء المركز إلى مبادرة طوعية إسعافية تهدف إلى تقديم الطعام للنازحين على الطرقات. نحن في مركز عقول مبدعه من ذوي احتياجات خاصه نقوم باعداد الطعام، طبعا اعداد الطعام عمل تطوعي قمنا فيه لتوزيع اخواننا المهجرين في ريف حلب الغربي. يعمل المتطوعون في كد ودون ملل يدفعهم حسهم الانساني وشعورهم العميق بمأساة النازحين، حيث تقوم المبادره تماما على جهودهم الخاصه ونفقتهم الشخصيه. في حرب الاقوياء يتكئ الضعيف على الضعيف، وحينما تمسي حياة مئات الآلاف من البشر رهنا لمصالح أرباب الحروب واتفاقاتهم، تتوهج الإنسانية في قلوب هؤلاء الشباب ليكونوا العين التي تقاوم المخرز. إبراهيم الدريسي، العربي، ريف حلب الغربي.